أحسن الله إليكم. هذا يقول: مسألة العينة، ما هي هذه المسألة؟ وهل هذا البيع محرم؟ نرجو أمثلة على ذلك. مسألة العينة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها ممن اشتراها منه بثمن حال أقل من المؤجل، هذه مسألة العينة وهي ربا. سميت مسألة العينة لأنها يقصد بها الربا، وجعلت السلعة حيلة إلى الربا، فهو ربا باسم البيع. وكذلك سميت عينة لأنه رجع إليه عين ماله، وقيل سميت عينة من العين وهي الذهب، يعني صار المقصود منها هو الذهب والربا. نعم.